لماذا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه الأمور أن تحدث؟ سؤال جيد. بصراحة أنا أعتقد أنه أمريكا لا تريد التصعيد العسكري لا في العراق ولا في سوريا، أنا أعتقد أنه الهدف الأمريكي الدفاع عن الذات والدفاع عن حلفاء وشركاء وأصدقاء أمريكا في هذين البلدين في العراق وفي سوريا، وليس اعتداء على القوات المحلية أو حتى على القوات الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني والمستشارين الإيرانيين الموجودين في هذه المنطقة، باستثناء إذا كان هجمات من قبل هذه الميليشيات أو من قبل هذه القوات الإيرانية. أنا أتوقع، ونحن كنا نرى في الماضي ردود أفعال أمريكية قوية جدا قوية جدا ضد الميليشيات وضد الإيرانيين وحتى ضد المرتزقة الروس في هذه المناطق، لو قاموا بهجمات على القواعد الأمريكية أو على الجنود الأمريكان في هذه الأماكن. لذلك أنا أعتقد أنه المهم ليس التدريب وليس الاحتمال في المستقبل، المهم هو هل القوات الأمريكية قادرون على الردع بالفعل وعلى الدفاع عن الذات وعلى الردود القوية لو كانت الردع غير كاف. والجواب البسيط نعم، ولذلك نحن نرى في الأراضي السورية وحتى على حدود العراق نحن نرى أحيانا قصوف جوية من قبل غير علنية كما أنت ما ذكرت، من قبل طائرات ربما أمريكية ربما إسرائيلية ربما من التحالف الدولي ضد الميليشيات الإيرانية وضد القواعد التابعة لها. لكن هذه الهجمات أنا أعتقد أحيانا بسبب عدم رغبة أمريكا بتصعيد عسكري كامل.